نبتدي مع حضراتكم هذه الفقره الحديث عن مباراه الاهلي ووفاق الصيف مباراه مهمه خلي بالك احنا ما تاهلناش احنا اقصبنا 4 0 هنا في القاهره بنتيجه كبيره واداء ممتاز وحاجه ما فيش احسن من كده او بصراحه في احسن من كده بس احنا كنا حلوين جدا كنا حلوين جدا ودايما احنا بنتمنى الافضل ودي سمه اساسيه من سمات النادي الاهلي اللي بتخليه دايما احسن واحسن ويخليه دايما في تطور على مختلف الاصعده لكن بما اننا بنتكلم على كره القدم فبالتالي مباراه النهارده هتكون صعبه هتكون فيها نديه كبيره جدا جدا محتاجين فيها ان احنا نكون مركزين كجهاز فني ولعيبة ان شاء الله باذن الله ودعوات الجمهور طبعا واكيد الجاليه المصريه او الجماهير الاهلاويه الموجودين في الجزائر ممكن بعضهم يكون متواجد النهارده في الاستاد ويشجعوا بكل قوة الفريق ومهم ان احنا يكون عندنا يعني ايه يقين ان ان شاء الله هنتأهل بس لحد هذه اللحظة احنا ما تأهلناش من هذا المنطلق تقدر ان انت تعمل مباراة كبيرة تانية تقدر ان انت بإذن الله تكسب هناك في الجزائر ليه لا فريق وفك ستيف فريق قوي آه مدرب محترم آه جمهور كبير كل حاجه كل حاجه هناك كويسه في الحقيقه استقبال كان اكثر من رائع يعني على غرار برضه الاستقبال اللي كان جيد من النادي الاهلي هنا وده امر معتاد ما بين الاشقاء العرب في كل الدول العربيه يعني لكن في كل الاحوال مهمة قوي ان انت تقدر تعمل مباراه كبيره تاكد من خلالها تاهلك باذن الله تعالى للمباراه النهائيه من بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا الناس كلها الفتره اللي فاتت وانا هنا بالتحديد عايز اخص الحديث عن جمهور النادي الاهلي اللي لازم لازم نحييه كل التحيه كل التحيه مفيش جمهور اعظم من كده بصراحه على مدار الايام اللي فاتت عملوا ملحمه ما حدش كان يتخيلها او ما حدش كان يتوقعها فيما يتعلق بالمباراه النهائيه اللي بتقول دوري ابطال افريقيا والازمه بتاعه الملعب النهائي بعد اعلان الاتحاد الافريقي لكره القدم بشكل رسمي تحيزه وانا مصمم على الكلمه دي تحيزه للوداد المغربي من خلال ان اداله التنظيم بتاعت او بتاع المباراه النهائيه هناك في مركب محمد الخامس وانا اتكلمت في الجزئيه دي الاسبوع اللي فات وقلنا لو كان قبل ما القرار يطلع بساعات يعني قلنا لو تم اصدار القرار بالاتجاه ده اذا ده تحيز رسمي ومعلن من الاتحاد الافريقي للوداد هو اسند التنظيم للمغرب فخلاص هم غالب نسبه كبيره كده الامور اللي لحد دلوقتي مفيش اي جديد يعني ففي كل الاحوال جمهور النادي الاهلي كان ليه دور من خلال اكتر من هاشتاج على تويتر تصدر الترند المصري والعالمي كمان ووصلوا قد ايه وصلوا قد ايه للناس في العالم كلها ان في فساد في الاتحاد الافريقي ولاحقا باذن الله نتاهل النهارده وهنتكلم بتفاصيل اكتر في الملف ده لكن خليني اروح لفاصل سريع بعد الفصل عندي تعليق على بعض التصريحات المهم وعندي تعليق على مباراة الوداد مع بسترو اتلتيكو امبارح هنتكلم فيهم ونقول تفاصيل اكتر بس بعد الفاصل استنوا